منيحة نقعد نقعد نشوف هواجس بعضنا، نحكي مع بعضنا. مدارس أحد اسمها مدارس أحد، يعني تعليم ما يختص بيوم الرب، هي اسمها مدارس أحد. طيب في شي حدا من هالبيت ما بدي نصر عليكم ولا بدي ساوي شي امور تنظيريه، بس في شي يوم قبل ما ننام نشاهد جمع بقعد وقت ولا وانا الذي لحالي ابني شو بيساوي؟ بصير لا شعوريا مره مرتين. هذا الطفل ابنكم ولا ابنكم بتربى على شيء معين بتحضر. كان من زمان يقول لي ابونا نفس وصف الاول مدارس احد، بس مدارس احد انه عم تحضر، يعني اي شيء بيصير مع الولد بتضل الكنيسه هي حضنه برا ما عرفهم. هلا الوقت يا جماعه الوقت هلا بنعرف كيف نجيب الاولاد لعنا، ما المدرسه بتعلم شيء والامور شغله ثانيه اللي اكثر. هلا انتم يمكن اولاد ما عندكم اولاد لساتهم بالصف التاسع عاشر في سن المراهقه، بتعرف كيف تتعامل معهم؟ كلكم جايين على الان، ما بس مجرد بدي اسالكم ابنكم ولا بدكم سؤال تجاوبوا، ما في ما بعرف. ببلاد برا بيعلموا اسمها الاكسام سكسوال، بيعلموها نفس المدرسه. شو داروا كل شيء يعني وقت تحت السنتين مضبوط؟ طيب بعد فتره بعد فتره لاقوا عظم ازرق وعظم ابيض، اي منهم عظم البنات واي منهم عظم الصبيان؟ ما السؤال وين؟ شفت السؤال وين هو؟ شفت شلون الفكر بده يكون؟ لانه قال روحوا اقتلوا كل صبيان بيت لحم، ما قتل بنات، يعني الازرق والابيض من الصبيان. يعطيك العافيه. Yeah.
كثير علي، خطوة كثير حلوة، مبادرة كثير جميلة ولطيفة. وطرحنا شو نعطوه المواضيع، يعني بتمنى مثلا يعطوه لابني مثلا مواضيع ابني يقدر يستوعبها هلا بهذا العمر، انه مثلا يهمه يعرف مثلا انه هو عم يجي على الكنيسة على بيت يسوع، يسوع كان تلميذ عنده، مو ضروري يحفظ اسمائهم، بس يعرف انه كان تلميذ عند يسوع المسيح. احنا لازم نكون مثل تلاميذ يسوع المسيح، بدنا نسمع كلمة اهالينا، نسمع كلمتهم. حتى المبادرة ابونا كثير حلوة، كانت لطيفة اليوم انه يدعي الاهالي ونجتمع معاهم. مواضيع بتخص الاطفال يعني عمر الطفولة. ايه انه اقتراح من الاهل مثلا عن مشكلة ما ويتم علاجه بنفس الوقت. اول شيء يعني مبادرة كثير حلوة من مدارس الاحد، انه تجمع اهالي الاطفال اللي هن بمدارس الاحد. شكرا كثير لكم، وهي مبادرة قيمة جدا وبحسها كثير فعالة، كثير ناجحة، وكثير حلو انه يكون في هذا التواصل بين مدارس الاحد او كمرشدين وكأي اشخاص عم يتعاملوا وبين الاهل. فهذا التواصل بين الاهل والمرشدين هو اللي بده ينجح التعليم الديني بشكل كثير كبير. ففكرة حلوة انه كنا اليوم متواصلين، وكانت محضور ابونا يعني اللي اغنى اللقاء بشكل كثير كبير. يعني اذا حاولنا نعيد مثل هيك لقاءات اكيد رح تشاركونا. لا اكيد رح نشارك، واكيد بنكون صار عندنا فكرة انه نعطي افكار اكثر ممكن تساعد بهذا التواصل بين الاهل وبين الاطفال. نساعدونا على نشجع الاولاد ما عم يبعثون اهاليهم ليجوا. طبعا فينا ساعدكم، وهذا بنعتبره نحن واجب، لانه اولادنا لازم كلهم يواصلوا على مدارس الاحد وعلى الكنيسه. اذا في هيك مبادرات كثير شيء بشجع.